في اليوم الذي يسبق معرض الشارقة الدولي للكتاب في نسخته 33، الإمارة الباسمة بأكملها على أخبة الاستعداد لاستقبال هذا العرس الثقافي الفريد. صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تحدث في مقابلة خاصة عن كتابه الجديد تحت راية الاحتلال الذي سيتم إطلاقه في معرض الشارقة الدولي للكتاب والذي يفتتح غدا. تحت راية الاحتلال اسم لا بد أن يدل على مدلول ما سيأتي بالكتاب، ويقال الكتاب يقرأ من عنوانه، فمعنى ذلك أن الأحداث التي جرت تحت راية الاحتلال. وأين ذلك كان؟ كان في حصن الشارقة، وحصن الشارقة كانت الأوامر والاتصالات والاجتماعات هذه كلها تحدث في هذا المكان، ولذلك أنا اخترت هذا المكان. هذا الحصن هذه الصورة اللي هي صورة القلعة اللي تسمى المحلوسة هي نفسها التي بناها سلطان بن صقر، يعني من بداية الحكمة في الشارقة، ولذلك اخترتها هي. يعني وثيقة تعتبر هذه الصورة؟ هذه الصورة صورة مصورة متأخرة، لكن القلعة لم تمس، تغيرت الأجزاء التي عند البوابة، تغيرت كثير. يعني في أي عهد تغيرت الصورة القديمة؟ بقت طبعا في سنة 1915 كانت صورة الحصن ليست القلعة، لا الجزء الأمامي يختلف عن ما شفناه نحن. يعني هذا البرج كان موجود؟ موجود في كل الصور، موجود في كل الصور، في كل الصور الحلوسة هذه اللي عبارة عن سجن أعتقد صاحب السمو. السجن طبعا برج مراقبة هذا فيه مدفعية داخل. مدفعية. هي نعم، هذه البوابات هذه فيها مدافع. هذه الفتحة. هذه البوابات، هذه الفتحات هذه. هي فتحات مدافع موجودة. يعني. ففي كل الفترات هذا البرج كان موجود. البرج موجود يعني ما تغير، لكن تتغير الواجهة. ففي سنة 1915 الواجهة لما ننظر لها ليست هي التي كانت على أيام سلطان بن صقر، ليست هي كما كانت على صقر بن سلطان، ليست هي كما جاء سلطان بن محمد ورجعها إلى أصلها، بهكذا يعني. جميل.